هذه رسالة للجميع. نحن اليوم كصيادلة كنقابة صيادلة بيوت خبرة لا نرضى بالتهميش، وفتحنا باب الحوار وناقشنا. اليوم أولى حركات التصعيد وهي وقفة، وما زلنا ندعو إلى الحوار والتوافق، ومع ذلك نرفع سقف المطالب للمطالبة بحقوقنا وحقوق زملائنا العاملين في القطاع العام، كافة حقوقنا من علاوة فنية والعلاوة العمل الضم وبدل الاقتناء التي ظلم فيها ولا حدا يرضى الظلم. مع ذلك نطالب بحقوق زملائنا موردين الأدوية الذين ماتوا على سنتين نايمين على حساباتهم لأن الحكومة ما معها تدفع، ومع ذلك بيجوا بحطوا لنا قوانين في القطاع الخاص لأجل أنه يدفعوا لكافة مستودعات الأدوية. طرقنا جرس للذهب، قلنا هذول موردين بيشتروا بضاعة، وهي البضاعة لن تمرد إلى المستشفيات والقطاع الحكومي، سينقطع العلاج. هذا كله يعود سوء إدارة الحكومة الأزمات الراهنة. وهنا مجلس كنقابة صيادلة وهيئة العامة كافة القطاعات موحدين ماشيين ورا بعض لأمر واحد، هو تحصيل حقوقنا ومطالبنا المشروعة للنهوض في الوطن والمواطن وقطاع الصيدلة والصيادلة العاملين فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملائي الصيادلة، بدي احكي لكم شغلة اذا تسمحوا لي. الاسبوع هذا نقابة الصيادلة كان عندنا اجتماع طارئ بمجلس النقبة، ومجلس النقبة تبنى مطالبنا كصيادلة، سواء العاملين في القطاع العام، سواء في نظام ديوان الخدمة المدنية، سواء موضوع الفلوس او نظام التراخيص. ومع ذلك وحدنا جهودنا كمجمع نقابات، كافة النقابات المهنية، سنرفع مطالبنا مطالب واحدة، ويقف كافة النقابات وراء المطالب، لأن التهميش اللي بيتم لم يكن تهميش لنقابة الصيادلة فقط، ولكن تهميش لكافة النقابات، وهذا أمر مرفوض من الحكومة. وبناء عليه بحب أطمنكم أنه مجمع النقابات المهنية سيقوم بإجراءات أيضا تفعيلية وتصعيدية ما دام الحكومة لم تستجب لمطالب كافة النقابات المهنية، وهي أيضا مطالب مشروعة وحقوق. وأخص بالذكر نظام العلاوة الفنية، نظام العلاوة الفنية الموحد لزملائنا في القطاع العام، كافة القطاعات الصحية والغير صحية اللي بيشتغلوا في القطاع العام. نفس الوقت نظام الديوان الخدمة المدنية، أي نعم كان الاجتماع معكر، ولكن لأنه تم تهميش النقابات لم يتم النظر في موضوع المنحنى، وعليه تم رفضه رفض تام، وسيتم الإجراءات في هذا الشأن. والله يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله خير، كل مطالبنا هتتحقق إن شاء الله. خمس دقائق إحنا واقفين. Thank you.
بس طارق بس ظبطها وش اللي قائمة إنجاز من وراها؟ عشان المطالب أي اللايف شغال وخد صور يعطيك العافية. أفضل اللايف ولا خلاص؟ I'm going to go to the hospital.